أثنائي المرحلة الأولى في كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة كربلاء في مادة أخلاقيات مهنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العلي العظيم. درسنا لهذا اليوم مفهوم الأخلاق ومكانتها، وكقول الشاعر: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم، والنفس من خيرها في خير عافية، والنفس من شرها في مرتع وخم. سنأخذ مفهوم الأخلاق وتتضمن ثلاثة مواضيع: هو مفهوم الأخلاق وأهمية الأخلاق ومكانتها، وارتباط الأخلاق بالنظم الإسلامية. سنأتي إلى أولا مفهوم الأخلاق، فيعني من الناحية اللغوية جمع خلق، وهو السجية والطبع، وقد تقسم إلى حالتين. الحالة الأولى هي الحالة الفطرية، وهي أخلاق تصدر عن الطبيعة المزاجية التي تعكس مزاج الشخص، والحالة الثانية هي الحالة مكتسبة، وهي أخلاق تكتسب بالعادة والتدريب، ومن هنا يأتي دور التهذيب والتأديب الذي يكون ملازما للشخصية. وكقول المثل الشعبي: كل معلم ربحان إلا معلم الرجال خسران. فالخلق هو حصيلة التفاعل بين الصفات الفطرية والمكتسبة، بحيث تصبح عادة متمثلة في السلوك خاضعة للمبادئ والقيم تخدم حياة الفرد والمجتمع. نأتي إلى ثانيا هو أهمية الأخلاق ومكانتها، والإسلام هو رسالة أخلاقية بكل ما تحمله هذه الكلمة من عمق وشمول. ورغم أن الانتصالات التي تمت على يد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت برعاية الله سبحانه وتعالى، إلا أن ذلك كان اقترانا بعوامل عديدة، أهمها سمو الأخلاق عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة أن ألد أعدائه كان يقع تحت تأثيرها. طيب كيف؟ لأنه في فتح مكة عندما استسلم المشركون أمام الإرادة الإسلامية، ورغم كل حربهم للإسلام والمسلمين ولشخص الرسول الكريم بالذات، إلا أن الرسول الكريم أصدر أمرا بالعفو العام عنهم جميعا، وكان سببا في دخولهم في دين الله أفواجا. بسم الله الرحمن الرحيم، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، صدق الله العلي العظيم. طيب أخذنا سمو الأخلاق عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لدرجة أن ألد أعدائه كان يقع تحت تأثيرها. ثانيا جاذبية شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومكارم أخلاقه التي أودعت فيه السمو والمعجزة الأخلاقية. وجاء في حديث عن الحسين بن علي عليهما السلام قال: سألت أمير المؤمنين عن الرسول كيف كان سيرته في جلسائه، فقال: كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي، فلا يؤس منه ولا يخيب فيه مؤمليه، ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عثراته ولا عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا ولا يتنازعون عنده الحديث. وجاء في الحديث الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذا فإن أحد الأهداف الأساسية لبعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو السعي لتكامل الأخلاق الفاضلة وتركيز الخلق السامي. وجاء في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا.
وورد حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بحسن الخلق، فإن حسن الخلق في الجنة لا محالة، وإياكم وسوء الخلق، فإن سوء الخلق في النار لا محالة. وقال أمير الشعراء أحمد شوقي في بيته المشهور: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نأخذ الآن جوانب الصلة بين الأخلاق والعقيدة والعبادة والنظم الإسلامية. أولاً، ارتباط الأخلاق بالعقيدة. جاءت العقيدة الإسلامية إلى عبودية الله وحده لا شريك له. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعبودية الله عز وجل هو التوحيد، والتوحيد هو غاية العدل، والعدل فضيلة خلقية لا ينكرها أحد. أيضا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحبه يثمر في القلب ضرورة حب كل ما يحبه الله من الفضائل والمكارم والأخلاق. وحين يتكامل الإيمان تظهر بآثاره وتجلياته فضائل أخلاقية عديدة نجدها في آيات من القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من جوانب الصلة بين الأخلاق والعقيدة والعبادة والنظرية، عرفنا الارتباط أو ارتباط الأخلاق بالعقيدة وارتباط الأخلاق بالعبادات، لأن العبادات الإسلامية الكبرى ذات أهداف أخلاقية واضحة. ما هي العبادات الإسلامية الكبرى؟ هي الصلاة والزكاة والصيام والحج. فبالنسبة إلى الصلاة، لها وظيفة سامية في تكوين الالتزام الذاتي وتطهير النفس من الأخلاق النميمة. قال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما العبادة الإسلامية الكبرى الثانية فهي الزكاة، وهي وسيلة تطهير وتزكية وتصفية النفوس من الأحقاد، وتزرع فيها حب الإيثار والتكافل. قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، صدق الله العلي العظيم. الصيام تدريب للنفس وحظها على ترك الشهوات وبلوغ مرتبة التقوى التي هي جماع الأخلاق. قال سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العلي العظيم. والحج تدريب للنفس على الترفع عن زخارف الحياة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، صدق الله العلي العظيم. إذن جوانب الصلة بين الأخلاق والعقيدة والعبادة والنظم الإسلامية، أخذنا الارتباط أو ارتباط الأخلاق بالعقيدة وارتباط الأخلاق بالعبادات وارتباط الأخلاق بالنظم الإسلامية. تميزت الشرائع الإسلامية بالاهتمام بالأخلاق بما لا نظير له في أي نظام من النظم البشرية. ففي مجال السياسة، ويقول سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، صدق الله العلي العظيم. أما في مجال الاقتصاد، فأرسل الإسلام عددا من الدعائم والأخلاقيات للنشاط الاقتصادي تميزت بالوضوح والنظام. أما في مجال التوزيع والتملك، فلا يجوز تملك ثروة عن طريق خبيث ولا تنميتها به، ولا يحل أخذ ما ليس بحق. لهذا حرم الإسلام الربا والميسر وأكل أموال الناس بالباطل والظلم. وفي مجال الاستهلاك، دعا إلى الاعتدال والتوسط، ونهى عن السرف والتبذير،
قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. صدق الله العلي العظيم. وفي مجال الأسرة أمر بالوالدين فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العلي العظيم. نأخذ ثالثا، هو آثار الأخلاق على الفرد والمجتمع. فكسب المرء رضا الله وثوابه، قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. صدق الله العظيم. اكتسابه قوة الإرادة وسلوك الطريق القويم والاهتداء بهذه الأخلاق في الحياة العملية، إنجاز الأعمال وزيادة الإنتاج حيث تهدف إلى النظام والأمانة والصدق وتحمل المسؤولية، خير وسيلة للقضاء على مشكلة ازدياد الجرائم والانحرافات. وبهذا وصلت إلى نهاية المحاضرة. شكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اغسل يديك 20 ثانية تجنبا للإصابة بفيروس كورونا، وشكرا.